السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقدم طريقة عمل بطانة الشنطة من جوه، نعملها بطريقة نظيفة وكذا جيب من جوه، وتكون واسعة زي ما انت شايفة كده. ده هنا الجزء الاساسي بتاعنا، برغم ان احنا ايه ضمناها، لو فردناها كده هنلاقيها واسعة جدا من جوه اهي. لو فردنا الشغل بتاعنا، الشنطة واسعة جدا من جوه زي ما انت شايفة. بصي اهي، بصي واسعة قد ايه، وفيها جيوب كتير، يعني اجي جيب صغير واجي جيب تاني اكبر، وهنا برضو ايه اجي جيب بصي اكبر، بصي قد ايه ياخد كراسات، واجي جيب تاني عشان مثلا لو انا هحط فيه اي حاجة او اي غرض لهم او على قد الموبايل، يعني فيها جيوب كتير احنا عاملينها. الشنطة اساسا حلوة، وكمان البطانة احنا عاملينها بطريقة حلوة. عايزه اقول معلومه او ملحوظه، وانت تاخدي المقاسات عشان انا هقولها، قلتها المعلومه دي هقولها لك في اخر الفيديو عشان اكد عليك. واحنا بناخد المقاسات، انا باخدت المقاسات على الجلد بتاعي عشان انا شغلي طالع بالنسبه لي طالع مظبوط، تمام؟ الاثنين طالعين يعني ايه قد بعض سوا واحد. لكن لو انت حسيتي ان الشغل بتاعك طالع على افازي شويه، تمام، تاخدي المقاس العرض البطانه اللي هناخده بتاع الامام والظهر مش على الجلد، خديه على اللي هو الشغل بتاعك. هو الافضل تاخديه على الشغل بتاعك، وطبعا بتزودي سنتي كده وسنتي كده، ده الاساس بتاعنا، وده انا باكد عليه تاني يا جماعه عشان ما تلاقيش البطانه بعد كده اضيق من الشنطه، وانا قلت المعلومه اهو في اول الفيديو. يبقى انت ممكن تاخدي الوسع بتاعك او هنا على الشغل بتاعك مش على الجلد. انا خدته في الفيديو على الجلد لان الشغل طالع معايا مظبوط. انت الافضل 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 خديه على الشغل بتاعك، ويلا بينا نبدا على بركه الله. تعالوا نشوف الخامات والادوات اللي احنا هنستخدمها عشان خاطر نعمل البطانه بتاعه الشنطه. اول حاجه طبعا بيكون عندك موديل الشنطه اللي انت هتعمليه، اللي هو اللي احنا كنا عاملينه، اللي هو الموديل ده اللي كنا عاملينه في الموديل الفيديو اللي فات على طول. وانا هحط لك رابط الشنطه في صندوق الوصف، وهتلاقيه في حرف الاي اللي موجود على الفيديو دلوقتي. كمان هتحتاجي القماش البطانه، فضل القماش البطانه يكون القماش المتخصص للبطانات او اللي هو القطن، بلاش الساليه يا جماعه، بتنسل وبتبقى مش حلوه، وبتبقى كمان بتقلل قيمه الشغل. حاجه ثانيه، انا هحتاج خيط عشان نخيط بيه سواء على المكن او على ايدينا. كمان هحتاج ابره اللي هي صنوره، انت تشتريها من الراجل اسمها ابره صنيوره، لو عايزه ابره صنيوره اللي هخيط بها يدوي، ما تجيبيش اللي هي تبقى التخينه، هاتي اللي هي الرفيعه دي عشان كده اسمها صنيوره. وهنحتاج الخيط طبعا، تجيبي نفس اللون، ولو مش متوفر انا عندي الابيض ايه هشتغل بيه. كمان هحتاج مقص عشان اقدر اقص بيه الشغل. حاجه ثانيه هنحتاجها كمان مسطره، سواء انت مبتدئه في الخياطه سواء على المكنه او على ايديكي هتحتاجي مسطره، اي مسطره عندك. وكمان هتحتاجي اي قلم عشان نقدر نعلم بيه ايه الخطوط، لان انت لو انت مبتدئه على المكنه هتحتاجي المسطره دي، سطري احسن. لو انت بتخيطي على ايديكي سواء مبتدئه او محترفه، الافضل ان انت يكون معاكي ايه المسطره عشان نقدر نخطط بيها الخطوط بتاعتنا للخياطه. ويلا بينا نبدا على بركه الله. الشنطة هبدأ بعد كده ان انا افرد الشنطة كويس كده عشان تبقى عندي مفرودة، وهبدأ الشنطة اجيبها من هنا. عندي الجلد بصي متخيط من فين لفين، وهنا ده جنب مش كده، فهو انا عندي من هنا لهنا هقيس المسافة دي كده، عندي كام 28 سنتي او ايا كان المقاس جايلي، وهقيس كمان المسافة دي كده. يبقى انا عندي 28، يعني هي عندي كام اهو، هحسبها لك تاني، 28 سنتي، تمام. ال 28 سنتي هزود سنتي خياطه من الناحيه دي وسنتي خياطه كمان، يبقى انا كده هحتاج كام عرض 30 سنتي. ممكن في ورقه اقيد اللي انا عايزاه كده، انا محتاجه عرض 30 سنتي. طب محتاجه طول قد ايه؟ هجيب من عند الشنطه من هنا لحد الايه بدايه ما متركبه فيه القاعده بتاعتها، عندي اهيت كام، اجيب دي هنا لهنا كام 35. طيب حاجه ثانيه، لو انت مش عايزاها لفوق قوي كده، عايزاها تحت شويه، يبقى هتنزلي تحت شويه. الافضل خديها بالطول والباقي اتنيه جوه، عشان ايه ما يحصلش معاكي ايه اي دروبات، لان انت هتقصي وهتبقي جايبه قماش على القد. فانا هاخد الشنطه كده، يبقى انا محتاجه في الطول كام 37 سنتي او 36 سنتي، طبعا انا هعمل سنتي زياده هعمل 37. يبقى انا محتاجه كده في الطول قلنا 37 وفي العرض كام 30. هاجي على القماش بتاعي، هسيب دي كده واجي على القماش بتاعي، احدد طبقتين اتنين. انا قصه اهوت، هوريكي اللي انا قصاه عشان تعرفي انا عامله ايه. هاجي على القماش بتاعي هتنيه على اتنين، وعملت طبقتين اهمت بطول عندي هنا
احنا قلنا ده 30، مش كده العرض 30؟ فانا فعلا عملت قطعتين هما مستطيلين عادي، مفهومش اي حاجة، مش محتاجين ان انا اقص قصادك. 30 سنتي هما اهو، وطول احنا قلنا قد ايه اهو، احنا قلنا 37، ادي 37، عملت قطعتين مستطيلين 37 في 30 في المقاس اللي انا خدته ده. اول حاجه اللي هو الايه، الوش والظهر. طب انا عايزه اعمل لها يعني جرابات كتير، فرحت واخده قطعتين تانيين بنفس العرض اللي هو ال 30. اشيل بس الشنطه، ادي كده خلاص دول ايه، الوش والظهر بتوعي. رحت واخده قطعتين تانيين كده اهو بنفس العرض، بس اقصر شويه في الطول اهو. ادي قطعه وكمان ادي قطعه، دول اتنين نفس العرض اللي هو 30، بس اقصر شويه في الطول على حسب ما انا عايزه، على حسب ما انا عايزه. ماشي كده، يبقى انا كده قصيت كام قطعه؟ اربعه قطعتين قد المقاس اللي انا عايزاه اللي هو طول وعرض اللي انا وردك ناخده ازاي، وقطعتين نفس العرض بس اقل من الطول ايه شويه زي ما انت شايفه. بص الطول فين ده كده ايه، القطع بتاعتنا الاساسيه. نجيب الشنطه تاني وابدا ان انا اشوف عرض الجنب اللي هو بالقعده. هجيب المتر كده واشوف العرض كام. العرض عندي هنا 10 سنتي، وقولي سنتي هنا وسنتي هنا زياده خياطه، يبقى كده 12 سنتي. في طول كام؟ هقيس كده، همشي كده اهو، شايفين انا بقيس بالتقليد. طبعا انا هزود بس عشان انا ما اعملش اقل منه. اقيس كده اهي، اجيبها بس من على رقبتي لان بحط المتر على رقبتي. في طول كام؟ ايه كام؟ 94، يعني نقول متر، مش كده؟ نقول متر. واحنا قلنا كام؟ 10 سنتي صح ولا كام؟ نفتكر تاني، قلنا 10 سنتي وهنزود يبقى 12 سنتي. فجبت قطعه، مسكت القماش اللي هو بعرضه، هجيب لك القماش اللي هو القماش بيبقى جاي عرض عرضين، متطبق عرض عرضين. ده العرض بتاع القماش اهوت اهو، متطبق على اتنين، وهنا بصي زي ما شايفه بصي متطبق على اتنين كده. فانا خدت نفس العرض ده بالظبط وقست كده 12 سنتي وقصيتهم اهم بنفس العرض اهمت. انا هظبطها لك اهيت، انا بعمل كل حاجه قدامكم عشان ايه تبقوا انتوا شايفين انا عملت ايه اهو. اجي الايه بنفس العرض القماش اهو، بنفس العرض من هنا لهنا، وقصيت بس ايه العرض بتاعها 12 سنتي، قطعه مستقيم ما فيهاش اي حاجه اهي 12 سنتي. تمام كده، خلاص كده دي انا قصيتها خدتها. ارجع بعد كده يبقى انا كده ايه قصيت الايه الاساس بتاع الشنطه. عايزه بقى تعملي جيوب، ممكن تعملي جيوب. قصيت جيبين، جبت المقاس كده اللي هو العرض بتاعي ووسطنت تقريبا كده، جيب صغير وجيب ايه، اشيل اللي هم الاثنين اللي قصيرين والاثنين الكبار، جيب كده ايه هيبقى كبير، وفي الناحيه الثانيه اجيب ايه صغير على حسب العرض اللي انا ايه عايزاه وانت عايزاه. انا قصيت الجيب دوت الكبير، الكبير انا قصيته لان قطعه مستقيمه مش محتاجه منك تفصيل. شايفه بقى اهو الجيب الكبير انا قصيته 22 سنتي، لسه طبعا هنتنيه في 21 سنتي او 22 سنتي، يعني تقريبا مربع. الجيب ده مربع. الثاني انا قصيته عرض اهو 20 سنتي في طول 18 سنتي. يبقى القطع بتاعتي هي زي ما انت شايفاها كلها مستطيلات، ما فيهاش اي حرده ولا دورانات ولا اي حاجه هتكون معاكي معقده. انا قلت لك المقاسات هتاخديها ازاي وتقصيها ازاي. تعالي بقى نخيطها الاول بالايد وبعد كده نخيطها على الايه على المكنه. هوريكي الخياطه بلون بس غامق عشان خاطر يبان معانا. هتجيب الخيط بتاعك اهو تمام، وهشوف مثلا بتاع حوالي مثلا ايه متر كده، وبعد كده اتني على اتنين كده اهو، اتمنى يكون واضح تمام كده من عند ايه الفتله ما هي متنيه جوز، ومن هنا تبداي تلضمي الفتله. الحقيقه انا هلضمها بره دلوقتي، هقفل الكاميرا هلضمها عشان خاطر انا مش شايفه كده دلوقتي، انا بعيده عن عيني، لكن انت هتلضميها بالشكل ده، هتضميهم كده على بعض وتلضميها من عند الفتله اللي هي الايه الدبل جيت كده، وهي اتلضمت معايا اعتقد، لا ما اتلضمتش، هلضمها وارجع لكم. لضمتها اهيت ودخلت الابره
وبعدين اشد الخيط. انا بوريكي كمان طريقه اللضم لان انا عملتها قبل كده في شنطه برضو كانت اللي هي بتاعت ورقه الشجر اللي كانت بالخيش، وكتير قالوا لي احنا مش عارفين اللضم ازاي. فطبعا انا ادي ايه كده سحبت لما لغايه ما ايه ما خلصت عند اخر فتله، وبعد كده هقص الخيط. دلوقتي ايه انا عندي ايه دلوقتي عندي فتله على دبل وفتله ايه فرد. اشيل بس الخيط الابيض اهو، عندي فتله على دبل ان انا ايه لضمت من عندها اللي هي كانت على جزء زي ما انت شايفه كده، عندي الفتله دي وعندي الفتله الثانيه اللي انا قصيت من عندها الفرد. هخلي اللي على دبل دي هي الطويله، شايفه اهي. اتمنى يكون الموضوع واضح يا جماعه. دي اللي على فرد اللي هم الايه الفرد اهم، دي الواحده ودي الواحده، ودي اللي هي على مجوز. هخلي اللي على مجوز دي هي الايه الطويله. دي كده طريقه الايه لضمه الفتله. تعالي بقى نخيط. قبل اي حاجه طبعا هنخيط الاول الجيوب اللي هي الصغيره. هبدا الجيب الصغير اتنين، اجيب الجيب مثلا ده كبير او صغير ايا كان، همسك الجيب الصغير هتنين كده، تانيه كده، سواء على المكنه او على ايدك هوريك الخياطه ازاي اهو. كله انا هنفذه معاكي على المكنه وانت هتعمليه بالخياطه اللي انا هوريلك دلوقتي لو انت ما عندكيش مكنه. تمام، هاتني كده وهاتني الناحيه التانيه دي كمان، تانيه كده اهو. وكمان هاتني الناحيه الثالثه كده، تنينا ثلاث جوانب. المفروض ان انا ايه هخيطهم الثلاثه دول كده، وبعدين اجي الناحيه بقى الثانيه ديت اللي هي تبقى من فوق، ممكن اتنيها بقى ايه ثانيه كبيره شويه. انزل بس الدبابيس دي تحت شويه كده والدبابيس دي تحت شويه كده، دي اللي من ناحيه دخول الايد او دي اللي هي من فوق، ابدا اتنيها ثانيه ايه كبيره شويه كده، اتنيها ثانيه صغيره وبعد كده تانية ايه كبيرة بنفس الطريقة دي كده. ايه الجيب المفروض ان احنا خيطناه وشطبناه بالشكل ده. طبعا كل ده بقى بيدخل جوه مع الخياطة اهو، وبرده نفس الكلام هنا. وتوزيني الشغل بتاعك تخليه موزون، مش حتة كبيرة وحتة صغيرة، اهم حاجة توزيني الشغل. وبعدين الشغل بالدبابيس، الدبابيس هتسهل لك كتير، او سراجه لو انت عايزه الاول ايه تظبطي الشغل ولسه جديده اهو. انا بشتغل معاكي بالدبابيس واحده واحده، وكمان هحط دبوس في النص هنا كده عشان انا بخيط يبقى ايه الدنيا مظبوطه معايا. المفترض لو انا بخيط بالمكنه يبقى انا خيطت الجيب بالشكل ده، ظبطته ونضفته، اجي اللي انا تانية تانية كبيرة ده كده احطه فين؟ من فوق كده، اوصله كده في الجيب كده تمام، وادبسه برضو مكانه قبل ما انا اشتغل على المكنة او على ايدي. هدبسه اهوت عشان انا ظبطت المكان بتاعه. وبعد كده بالخياطه، طبعا انت كنت مخيطاها زي ما قلت لك مشطبه، بعد كده بالخياطه هنلف ايه كده في الثلاث جناب دول، من هنا هلف كده هلف كده هلف كده عشان يبقى الجيب عندي ايه من هنا. هو اللي هعمله، اللي هعمله على الجيب ده هو اللي هعمله على الجيب الثاني في الناحيه الثانيه. الجيب الثاني فين اهو، هو الايه هطبقه على الجيب الثاني في الناحيه الثانيه. يبقى انا كده عملت الجيبين الايه الصغيرين. بعد ما عملت الجيبين الصغيرين اسيبهم كده على جنب شويه. انا دلوقتي هوريك الخياطه عامله ازاي، بس انا بقول لك الترتيبه. هاجي القماش دوت دوت برده ايه اتنيه تانيه كده عشان يبقى التانيه اللي من فوق، ده الظهر مش كده، تالته تانيه اهوت. والمفروض ان انا بدبس وبعد كده بخيطه على المكنه او على ايدي قبل ما اركبه اهو. انا بظبط شغلي بالدبابيس
بلاش تشتغلي بايديكي كده، حتى لو انت يعني بتعرفي تخيطي خليكي ايه في الامان، عشان لو الايه طلعت مثلا مش مظبوطه معوجه تقدري بتدبسي فكيها وتظبطيها. خلاص انا هعمل دي كده، واختها الثانيه زيها بالظبط من ناحيه، وبعد كده هجيب الناحيه دي واحطها بقى كده. شايفه اهو العرض مع العرض. خلاص بقى المفروض مدبسين، باجي بقى دي كده ادبسهم كانهم طبق ايه من هنا طبقه واحده. طبعا اللي انا عملته هنا يا جماعه هتعملوه على الناحيه الثانيه من البطانه، يبقى كل بطانه كل بطانه ناحيه كبيره، فيها جيب صغير وفيها جيب ايه كبير، عشان احنا عايزين اقصى عدد من الجيوب، عشان عيالنا بتشيل حاجات كتير وتقدر توزع مثلا الكراسات لوحدها، الكتب لوحدها، لو واخده مثلا اللانش بوكس معاهم يبقى لوحده كده. شايفه بقى الدهاويز بتظبط لي الدنيا ازاي؟ شفتي بقى الدهاويز لما بحس انها ايه مش مظبوطه او معوجه ببدا ايه اظبطها. هنا برضو حاسه انها مش مظبوطه لما انا شادق، وشايفه اهي اهي عشان فيها ايه في القص زياده شويه، ممكن ايديك وانت بتقصي جابت معاكي زياده، يبقى الدهاويز ظبطت لي الدنيا تاني. خلاص اصبح ان احنا لمينا كل القطع. بصي شايفه ادي هتتلمت هنا قطع، ودي هتتعمل ايه زيها بالظبط، انا هعملها زيها بالظبط وارجع لك. هفترض بقى ان احنا كده خلاص خليطناهم سواء على ايدينا او على المكنه وظبطناها كده، وعندنا قطعتين بنفس الشكل ده. هبدا بعد كده زي ما قلت لك لازم نرسم الخط بتاعنا المستقيم، ولو عندي زيادات خياطه كده زي كده اشيلها بالايه بالمقص عشان تبقى الدنيا معايا متساويه، ما تمريش بالمقص على الدهاويز لو عندي زياده كده. والمفترض ان انت رسمه زي ما قلنا الايه الخط بتاعك احنا رسمينه اهو. تعالي بقى نجيب الجنب، الجنب بتاعي هبدا اجيب الايه الجنب ده الوش مش كده اللي في الجيوب، وده وش القماش بتاع الجنب. هجيب الحرف ده على الحرف ده وابدا ايه عايزه ان انا اشتغله الفه كده، فانا هبدا ان انا ايه من الناحيه الثانيه على راحه ايدي لان عايزه ادل على الوش، فانا هرسم الخط برده تاني من هنا، هرسم خط تاني اهو. ده وش القماش وده وش الايه اللي هو الجزء بتاعي. هجيب الحرف ده على الحرف ده كده، يلا بينا بقى ايه نخيط الاول اللي على الايد، واللي هعمله هنا في الطريقه دي هو اللي هتعمليه كله، يعني ايه المفروض التشطيب ده هتشطبيه بنفس الطريقه اللي هعمله دلوقتي، يا اما هتخيطي معايا على المكنه، على المكنه هنرجع نعيد ايه نفس الترتيبه دي تاني. تمام، برده ممكن قبل ما تخيطي برغم ان انت معلمه بس ممكن برده ايه تروحي مديه دهاويز كده عشان تظبطي مسافاتك اهو. انا عايزه كل حاجه تبقى معاكي مظبوطه، بسهل عليكي الدنيا. انا كده ايه تقريبا ظبطت الايه الشغل بتاعي. ابدا بقى اجيب، احنا قلنا خلينا الناحيه اللي هي على جوز دي شايفينها شايفاها الناحيه دي مخلينا هي الايه الطويله. هاجي بقى هنا بدايه الشغل، انا هنا رسم الخط بتاعي وابدا بقى ادخل من هنا من عند البدايه كده اهو، وبعدين اخلي بالي وبعدين اجي عند شايفه هنا دي الحلقه دي، هو عامل هنا حلقه ادخل فيها وابقى كده ثبت الشغل بتاعي. هرجع اعمل غرزه تاني وبعدين هبدا امشي على الخط غرزه صغيره، انا بشتغل بالاسود عشان يبقى باين غرزه ايه شايفه صغيره اهو دي اول غرزه، واشد الخيط وما كشكش. طيب عايزه اشتغل الغرزه الثانيه، شايفه الفتله طالعه منين وشايفه كانت نهايتها فين، اجي من عند كانت نهايه الغرزه دي هنا وبعدين اطلع شايفه هي فين اطلع بعدها بشويه. انا هكبر الغرزه شويه عشان تبين، انت اعملي اصغر من كده يعني الغرزه بتاعتك تكون اصغر من كده. شايفه الفتله فين في نص ما الابره داخله وطالعه اهي. هرجع تاني اكرر نفس الكلام، اجي من عند نهايه الغرزه عشان كده قلت لك ارسمي انت كده كده ماشيه على السطر،
هدخل من عند مكانه اخر ما طالعه بعدين اطلع بعد الغرزه. وزي ما قلت لك انا بكبر الغرزه عشان تبقى بس واضحه في التصوير، انت صغري عن كده شويه اهو، وما شدش الايه الشغل بتاعي، اشد الفتله بس ما اخليش الايه القماش مكشخش. ارجع تاني، شايفاها منين؟ هاجي من قبلها من عند نهايه اخر غرزه هي معموله اهي، واطلع بعد الفتله. وبعدين زي ما انت شايفه، بص شايفه اهي الفتله فين، اسحب الخيط وزي ما قلت لك اشد الخيط بس ما كشكش القماش. هرجع تاني الفتله اهي من قبل منها من عند نهايه الغرزه، واطلع بعد الفتله ما تطلع، شايفه هي فين؟ في نصهم اهي. وبعدين اشد الخيط كويس واتاكد ان مفيش فيه كلاكيع، عشان لو كلكع لو كلكع ممكن تفك بعد كده وتعمل معاكي إيه؟ ايه شكل مش حلو، بس ما شدش القماش. هرجع تاني اهو من عند نهايه الغرزه، واطلع بعد الفتله اهو تاني من عند نهايه الفتله، وبعد الفتله ما هي طالعه تاني من عند نهاية الفتلة، وبعد الفتلة ما طالعة. بس الفتلة فين؟ في نص المسافة ما بين دخول وطلوع الإبرة. وطبعا انت عاملة خط فبتمشي على الخط، فعشان كده ايه هيطلع معاكي الشغل مظبوط. انا هشيل الدبوس ده، انت رسمت الخط فمالكيش دعوة بقى ايه، خلاص انت مريحة دماغك الخط ايه، انا طالعة ونازلة على الخط اللي انا رسميه. بص انا هنا لو تلاحظي صغرت لك المسافه اهي، بعد خروج الابره بعد الفتله، بصي بحاجه ايه بسيطه، يعني انا في ايدي اصغر واكبر الايه الغرزه زي ما انا عايزه اهو، وكل ما اصغر كل ما تبقى ايه متينه اكتر اهو. بدات الغرزه، شايفه الغرزه بدات تصغر معايا انا، انا بس كبرت لك عشان ايه تشوفي الغرزه عامله ازاي، شايفه الشغل عامل ازاي. وبصي لما افتح هيبقى بصي شايفه الشغل متين جدا. خلي بالك انا مخيطاه بالاسود ومع ذلك هو مش باين، ليه؟ لان احنا خيطنا مظبوط، الخط هيطلع معاكي خط مظبوط جدا في الخياطه، الخياطه هتطلع معاكي مظبوطه قوي لان انت رسمه الخط بتاعك. وبصي انا شغاله بالاسود ومع ذلك بصي شايفه مش باين، يمكن باين بس ضايق عشان ده اسود ولون فاتح، لكن لو خيطتي بنفس اللون استحاله بقى يبان معاكي. وبصي شايفه الخياطه، بصي متينه وجامده وما فيهاش اي حاجه، وهتطلع زيها زي خياطه المكنه. دي الخياطه اللي كنا زمان اهالينا زمان، كان في بعض امهاتنا وجداتنا ما عندهمش مكن خياطه، فكانوا بيقعدوا يخيطوا كده وكانوا بيطلعوا احلى شغل واحلى ملابس واحلى فساتين لبسناها من ايد امهاتنا كده، ولما كانت المكنه بتبوظ برده كانوا بيقعدوا يعملوا ايه الشغل بالطريقه دي، وده كان شغلهم. بيبقى جميل جدا عشان الناس اللي بتقول لي انا ما عنديش مكنه وبروح للخياط بيخيطها لي وبياخد مني مبلغ وقدره، لا من غير مبلغ ولا قدر اهو مش هتاخد من ايدك نص ساعه خياطه وتخلصي الايه الشنطه بتاعتك. طبعا انا بالنسبه لي هكمل على المكنه عشان انا عندي مكنه، وتعالي نشتغل سوا على المكنه انا وانت. تعالي بقى نطبق الخطوات اللي انا قلت لك عليها في الخياطه على الحاجه دي. قبل طبعا الجيب هشيل التدبيسه اللي انا حطها كنت حاطاها هنا، وابدا الاول ايه اخيط الجيب. تمام، انا طبعا مدبسه الجيب زي ما انا قلت لك كده، ثلاث نواحي ماشي الفتحات بتاعتهم او التنيات بتاعتهم على فرد ورفيعه، وناحيه اللي هي بتبقى من فوق اللي الايد بتتحط من عندها عريضه ومتنيه على دبل زي ما احنا قلنا. هبدا ان انا ايه اخيط الثلاث نواحي الاول او الثلاث جهات الاول، بصي بعرض الدواس كده، اتمنى تكون الشغل واضح. طبعا لو انت بتعرفي تشتغلي على المكنه فانت اكيد عارفه هتقعدي على المكنه ازاي، دي مش محتاجه ان احنا نتعلمها. هبدا ان انا ايه انزل الابره وابدا اثبت البدايه، وبعدين امشي بقى ايه على الثلاث جهات. ولو هتمشي على الدبوس لازم يكون الدبوس بالعرض مش بالطول، انتبهي للحته دي عشان ايه ما يكسرلكيش الابره. واظبط الثانيه كده، واجي قبل الاخر بشويه
عشان يبقى يا دوبك المسافه اللي باقيه بعرض الايه الدواس، وامشي الناحيه اللي هي اللي تحت اللي هتبقى الايه اللي عندي بالنسبه لي القاع بتاع الجيب اهو، وبرده اسيب مسافه على قد عرض الدواس الناحيه الثانيه، واشيل بقى الدبوس اهو وانزل الدواس، وبعد كده اخيط الايه الناحيه الثالثه. طبعا الكلام ده اللي هعمله على الناحيه دي هتعمليه على الناحيتين. كده انا خلصت الثلاث ناحيات بتوع او ثلاث جوانب بتوع الجيب، واقص الايه الخيط بتاعي. فاضل عندي الناحيه اللي هي الايه الكبيره اللي هي العريضه اهيت اللي هي ديت، هشيل بس اول دبوس وابدا ايه انا تانيها ووريتك نتنيها ازاي. هبدا ان انا برضو ايه اخيط على الحرف اهو، واي دبوس اشيله لو بالعرض، بالطول مش بيهمني قوي الابره بتعدي من عليه اهو. كده خلصت انا الجيب وشطبته ونضفته، واشيل منه بقى اي فتل زياده او اي حاجه، اي فتل زياده اشيلها، كل الفتل الزياده انا بشيلها عشان شغلي يبقى نظيف. خلاص كده نبدا بقى ايه نجيب، قلنا بندبسه على الايه المكان بتاعنا في مكان ما احنا عايزينه اهو. انا مثلا هوصله كده، وممكن احط له دبوسين ثلاثه كده عشان ايه اقدر ان انا اكون وزنه الشغل بتاعي. خلاص كده يبقى ابدا ايه ادي الجيب الصغير انا بثبته على الكبيره، وثبت في البدايه كده. هشتغل المره دي على الحرف. انا بصي هنا كنت سبت عرض الدواس، هنا المره دي انا هشتغل ايه على حرف الجيب زي ما انت شايفه كده اهو، لغايه الحرف الخياطه لغايه الحرف. طبعا لو بتخطي على ايديكي هتعملي نفس الطريقه، وبعدين الف الدواس، وبعدين ابدا اشتغل الناحيه الثانيه اهي لغايه الحرف الناحيه الثانيه، واوقف الايه المكنه كده، وبعد كده الف، بعد كده اشد لي الدبوس عشان اريح الجيب خالص اتاكد ان هو مرتاح، وبعد كده امشي الجنب الثالث، والحرف برده ايه اثبته رايح جاي كده عليه مرتين عشان يبقى جامد، وانضف برضو اي خيوط واشيل اي دبابيس. الناحيه اللي هي الثانيه اللي هي الجيب اللي هو الاقل في الطول اللي احنا قلنا عليه، هبدا انا قلت لك من فوق هنتنيه هو ثانيه واحده مش كده، فهاجي من على الظهر كده اهو من ناحيه العرض، وهبدا اتني الثانيه بتاعتي اللي هي الكبيره. انا كنت دبستها معاكي وقصدت ان انا ادبس معاكي في الاول عشان ممكن واحنا حاطين المكنه مش هيبقى باين قوي. هبدا ان انا ايه هاجي مع الحرف كده وانزل الابره بتاعتي قطعت لضمتها المكنه هي الثانيه، والمفروض طرد ان انت كنت بتدبسها ده زي ما انا قلت لك. هبدا ان انا اخيط عليه كده اهو، واي دبوس بقابلني اشيله. دي هتتني من فوق بس كده اللي هو الناحيه دي، وابدا بقى ايه ابدا بقى ايه زي ما قلت لك ادبسها، يا اما ادبسها يا اما اخيطها، المهم على حسب ما انت عايزه تعمليها. فانا بالنسبه لي ايه ممكن ادبسها كده، ممكن كمان اديلها خط خيط على المكنه عشان يريحني عشان اتعامل معاهم كانهم طبقه واحده. فانا هدبسها دبستها زي ما وريتك في اول الفيديو، ممكن انا بقى اجي هنا ايه اديها خط خياطه عشان هم اتعامل معاهم كانهم طبقه ايه واحده اهو. همشي عليها من الحرف الخامس عشان اتعامل معاها انها طبقه واحده، هلفها اهو الخياطه هتعملها لي انها طبقه واحده، هلفها والف الجنب الثاني كده. الطبقه معايا بصي بقت ايه ادي جيب وادي الجيب التاني الصغير، وتعاملت مع الناحيه دي كانها ايه طبقه واحده، وكذلك الناحيه الثانيه ايه اللي كنا عملنا فيها بدانا فيها الخياطه اللي هي بالايد برضو انا كنت عملتها وتعاملت معاها كانها ايه خلاص كان عندي ايه طبقتين ماليش دعوه كانهم مالين جلود. هبدا بعد كده بقى ايه
مكان ما انا جبت ال الجيب بتاعي اهو، مكان ما انا ركبته انا هركب معاكي يعني نفس الايه التركيب اهوت، عشان اوريكي ان ايه نفس الايه النظام اهو. انا همشي على نفس الخط، خدت سبت ناحيه انا يعني مسكت ناحيه وادي الناحيه الثانيه لسه هركب ناحيه ناحيه، والف بقى الجنب ده مع الايه مع الدوران اهو. المفروض انت رسمه خط بتمشي عليه اهو، شايفه اهو. هاجي بقى القرب الاخر كده، ودي هتبقى ايه متعبه شويه، حاولي تلفي يعني. بصي شايفه افرديها كده اهي، انا ماسكاها بصبعي منين اهي، وطبعا هيقابلك كانها زي تشريب او كشكشه او حاجه زي كده، حاولي تلفيها اهي، حاولي تلفيها دوران اهي. وبعدين الكلام ده هتعمليه على سواء على ايديكي او على المكنه بنفس الطريقه. هوصل لقرب الاخر عشان ادي هنا ايه اللفه اللي هي من هنا من عند الركنه من هنا اهي، شايفه؟ طبعا انا كنت ده لو تفتكر الجنب كنت قصاه بعرض القماش، عشان كده هيطلع معايا ايه في الزياده اهو. خلصت كده الجنب بتاعي والزياده قصها، عشان انا من عند الحرف من هنا الزياده دي كده هقصها، لان احنا كنا قصين في الزياده، احنا خدناه بعرض الايه القماش. هقص الزياده عشان ابدا اركب الجنب التاني من الحرف للحرف. ده كده جزء من البطانه، هجيب الجنب التاني بنفس الطريقة. ده وش الايه؟ ده وش البطانة، كذلك الوش اللي فيه جيوب هخليه على الوش، الوش على الوش اهو. وابدأ امسك برضو ايه الجنب الطرف التاني للجنب وابدأ اخيطه زي ما خيطت التاني بالظبط، بس هبدأ من الناحية التانية افضل عشان تبقى مريحين اهي. ممكن بقى هنا الجنب ده عشان ما يطلعش منك ناحيه طويله وناحيه قصيره، ممكن تدبسيه يعني. ممكن تعملي ايه؟ تجيبي هنا الحرف ده على الحرف ده، شايفه اهو الحرف على الحرف، وتدبسي عشان القماش ممكن لو في مطه ولا حاجه ما يبقاش يطلع لك زيادات. ممكن بقى تبداي ايه تدبسيها كده الاول، اظبط كده وادبس كده لنفسي الاول، وبعد كده ايه اخيط. تمام. طبعا انا هلف الجنب ده زي الجنب ده بالظبط اهو، زيه بالظبط. ولو بتخيط على ايديك هيبقى نفس الايه الوضع، هلف الجنب ده زي ما لفيت الجنب التاني، وتعالي بقى نركبها في الشنطه. خلصت الخياطه بتاعت الجيب، وزي ما انت شايفه بصي الشنطه، بصي لجوه القلب بتاعها من جوه، بصي نضيف. وكام جيب بقى؟ ادي طبعا جيب صغير، وادي هنا ايه ادي جيب تاني، وادي هنا طبعا ده نص الشنطه في مكان ما ركبنا القلاب، وادي هنا ده برده ايه مكان تاني، وادي مكان تاني. زي ما انت شايفه بصي الشنطه فيها قد ايه جيوب كتيره جدا. هتقدري بقى تاخدي الطول اللي انت عايزاه، والطول ده مش لازم نتنيه بالمكنه، ممكن احنا كده كده ايه انا هنظبطه على بالخياطه جوه، بس عايزه تتنيه تانيه مفيش مشكله، ممكن تعمليه كده وتتنيه تانيه على المكنه اهو. انا هتنيها قط تانيه زي تانيه الجيب بالظبط، اللي هو الايه الحلق من فوق. وطبعا ممكن الخياطات اللي زي كده بس لما اجي اوسع في الكاميرا، ممكن الخياطات دي بقى انت تفرديها كده اهي عشان تبقى معاكي مش مكلكعه كده، وتتني التانية والتانية كده، وتكملي بقى الايه الدوران كله خياطة. زي ما انت شايفة كده انا طبعا خيطت الايه الجناب، هطلع لك الشنطة تاني اهيت، اي شنطة لوحدها جوه اهي بنفس الطريقة والنظافة اللي خيطناها، سواء نخيطها على الايد او على المكنة. هبدأ ادخلها زي ما هي مقلوبة كده، يعني انا خيطتها وهي كده هدخلها زي ما هي كده. تمام. واخلي بقى طبعا ايه اشوف الاتجاهات اللي زي ما انا عايزاها، اخلي الجيب الكبير الصغير اللي هو الكبير يبقى من ناحيه الايه من ناحيه الداخل، هو ده ايه من ناحيه الظهر اهو. ابدا اظبطها كده. تمام اهي،
اجيب بقى طبعا انا ايه قلنا هنعملها ايه اقل شويه، فهنعملها ايه زي ما انت شايفه تحت اقل شويه كده اهي. وابدا بقى بالابره اللي هي برده السنيوره تاني، وبرده لضمتها بحيث ان الايه الفتله شايفه اللي هي على على جزي اهي هي اللي ايه اهي شايفاها هي اللي تبقى على جزي الطويله. وابدا بقى ممكن ايه انا ادبس الشنطه، اظبط الدبابيس واظبط الجنب على الجنب، احنا واخدينها بالمقاسات فهي قد بعضها. وابدا بقى ايه بعد ما تدبسيها تبداي بقى تعملي كده شايفه اهو، اخد خط من هنا جزء من هنا اهو، ومش للاخر، استنى بس في الحلقه اللي احنا عاملينها هدية، وبعد كده ادخل فيها. طبعا المره دي بعمل بالابيض، انت فاهمه انا بعمل ايه لان احنا عملنا الكلام ده بالاسود. وابدا بعد كده ايه اخيطها خياطه ايه صغيره اهي بنفس الطريقه اللي خيطنا بيها قبل كده. تمام، انا هخيط بنفس الطريقه دي، وطبعا انت بالنسبه لك دبسي بقى عشان ايه تقدري تظبطيها. انا بالنسبه لي عشان واخده على الخياطه فبتبقى ايدي موزونه مش بدبس، لكن انت بالنسبه لك دبسي يعني مثلا هاتي الجنب على الجنب كده اللي هو الجنب ده هنا عند جنب الخياطه تمام، والجنب التاني عند جنب الخياطه ونفس الكلام، ودبسي كام دبوس كده عشان تقدري ايه تخيطي زي ما انا وريتك. انا هخيطها واجي اوريها لك. الشنطه اهي خلاص خلصناها بالجيوب بتاعتها جميله جدا، وبصي واسعه من جوه جدا اهيت اهي الشنطه. طبعا ايه انت بقى طبعا بتزملي كده بقى خلاص لما بتظبطيها هي بتزملي كده. تاني هقول الملحوظه اللي انا قلتها في اول الفيديو، ايدك لو ريحت الشغل اكتر من الجلد، يعني مثلا الجلد وانت بتشتغلي فراحت طبعا ايدك هنا مع الشغل والكلام ده كله راحت ايدك مريحه اكتر، وسعت الجلد وسعت من فوق اكتر من الجلد، فتاخدي مقاس البطانه او الوسع اللي هو العرض ده او الطول خلاص عادي مفيش مشكله، بتكلم على العرض، تاخدي الوسع ده على وسع الشغل بتاعك، وهو الافضل تاخديه على وسع الجلد مش على وسع الايه اللي هنا، بس عشان انا بالنسبه لي كانت ايدي انا مظبوطه ده قد ده فعشان كده ما همنيش اخد فيه، لكن انت بصي على الشغل لو حسيتي ان طالع على افاضيه ووسع سنه يبقى انت ايه تاخدي مقاس عرض البطانه بتاعتك على مقاس الشغل اللي هو اللي بتاعك. ده الملحوظه يا جماعه اللي انا بقولها عشان ما تتفاجئيش في الاخر ان تلاقي البطانه حلقها او الجزء اللي فوق ضيق عن الشغل. اتمنى انها تكون عجبتك وتكون سهله وبسيطه البطانه، واكون قدرت ان انا اوصل المعلومه، والى لقاء اخر في حلقه قادمه ان شاء الله.